السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. والله العظيم بتوحشوني يا جماعة. النهاردة بقى احنا عاملين لكم رنجة، الصلاة على النبي عليه، الريحة قلب البيت، رنجة رنجة. بس الفسيخ الله أعلم هيوصل ولا مش هيوصل، احنا باصين عليه. رنجة ديت من طبعا من احنا بناكلها على طول بصراحة، يعني صيف وشتاء وفي أي وقت. رنجة، وهنا طبق سلطة الطحينة، هي سلطة الطحينة شكلها مريب يعني بصراحة، يعني جميلة جدا ريحتها وشكلها والطقس بتاعها رهيب، الجو جميل جدا، مشغلين المكيفات والجو طري. وطبعا ده الخس والبصل، دي طقوس مصرية قديمة يا جماعة، يعني دي في الأيام دي في شهر 4 ده شغل فراعنة يعني، تمام واخد بالك. وهنا بقى ايه طبعا عشان هنا عشان نطري بقى بعد كده، هنا كركريه، وهنا في رز بلبن، رز بلبن وكركري، والعيش الاسمر الجميل بتاع المعلم حمدي الله يستره، اهو حمدي، المعلم حمدي عبد الرؤوف، راجل والله العظيم يا جماعه انا العيش بتاعه ده من اجمل العيش اللي انا اكلته الحقيقه. وانا باذن الله هعمل لكم عليه فيديو، هنروح هناك المحل المطعم المخبز بتاعه ونعمل لكم فيديو باذن الله عليه، باذن الله اهو ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله. الله 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 ايه هي الرنجة دي؟ الله صحة وعافية الله. حلوة حلوة الرنجة يا حاج. لا استنى بقى، ما كده مش هينفع. حلوة 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 يا رنجة. لا جميلة، مش حلوة رنجة مظبوطة يا جماعة. هي بتبقى برضه قرف، فاهم ازاي؟ تاخد معاها بقى يا الليمونة يا برتقال. الله اللهم صل على النبي. شفت بقى في ناس هنا بيقول لها هاتلنا سندوتش من دي، قول يا باشا اطحنها عادي. احلى طحينة طمطمتها، قول يا باشا كله بس تاخد دي مش عايز توسخ ايديها اهو. شوفوا بقى كده، هي كده معلش بقى، هي ايه لازم تتاكل كده يا جماعه، لازم تتاكل بالشكل اللي احنا بنعمل بيه ده اهو اهو. هي بصراحه يعني الطحينه مش هتفضل اهو، شوفوا الجمال. نجيب كمان واحده بقى كده عشان تظبط اهو، شكلها حلو دي شكلها حلو اهو. شوفوا كده بقى ايه، كده بقى ايه تمام قوي 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 يا جماعه. ده جميل، ده جميل يا جمال، ملوش مثال والله العظيم، حاجه فخمه يعني. واللي كانت بتقول لك مش هتاكل منها اكلت منها، وبتقول لي تعملي سندوتش عشان مش موسخه ايدي، انا اوسخ ايدي انا اهو. صلى على النبي صلى على النبي. يعني نخش بقى كده، تعالى بقى يا حبيب بوك قلبي ها، اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. اهو النفس كده، النفس محتاجه يا جماعه الحاجات دي. بعد شهر رمضان ده الواحد ياكل ياكل كل الحاجات الشعبيه بقى اهو. كلي حاجة كلي حبيبتي، كلي من ايه؟ الله الله الله، ده ليك انت ليه؟
عملت مكرونه قالت ليك انت عملت مكرونه بالفراخ ورجعت لها تاني خلي بالك تاخد براحتها ماما تدلع علينا حلوه لا حلو اهو ليه ما تاكلش على كده يا جماعه البصل كل ممتاز النهارده الرنجة نوعها ممتاز ديت نوعها ممتاز من عند الأستاذ محمد عجين أستاذ محمد عجين نعم الحمد لله طلع نعم سبحان الله دي من عند الحاج صلاح ابو كمال ابو مباشر دي ابعت هات لنا صندوق من الرنجه دي تاني صندوق اهو اهو شوفوا يا جماعه شوفوا المنظر اهو ده لا لا رمضان خلاص دي حاجة عسل ما شاء الله خالد ايه خلاص لا بكرة بقى بيفهم ولا فين أوي. دي أكلة بتدعى لحوم كل يوم بناكلها. كمان كان في ناس معترضين عليها. بتخبط في الدماغ. أنا بس حد يقول كان في ناس معترضين وقاموا قالوا هناكل مكرونة أنا مش معترض. نص كم لعبة؟ لا حلو 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 هذا لحظة ما مصلى النبي تعالي قلب بقى في الطحينة كده شوية ناخد بقى ايه سندوتش كده بقى
دي أكلة فرعونية يا جماعة، فرعونية. ها منزلها. يا ريت انا كده لسه جعان لسه. لما تاكل. طب انت عايز تخلصني دي بس، ما تسيبيني اكل بقى. قول براحتك. الله الله، نور السماوات والارض. طيب انا بس هرجع اكل تاني يا جماعه، بس انا هدوق اللبن ده، رز بلبن، عشان اقول لكم رايي فيه ايه. ده طبعا عميل مسعيري حاجه. كله هيدخل غساله الاطباق بقى. اجمل حاجه في البيت يا جماعه غساله الاطباق دي، مهمه جدا. شوفوا بتخلي الحاجه تطلع تضوي كده، تضوي تضوي. ده بتعمل لفاية بعد ما تخلص غسيل بقى على درجه حراره 75 تقريبا او 70، بتقعد تعمل لك ايه، تزود تزن كده، دي تعقيم بقى، تعقيم بالصلاه على النبي. الله. يا ولد قوي قوي قوي، يا مظبوط. هو الملك. كان عايز بس ايه، بولة زلاتي بس هروح اجيبها بقى، ابعت صهيله تجيبها من هناك. اللهم صل على النبي. حلو قوي يا جماعه. لو بعتناها تجيبها. رز بلبن روعه. انهار. ده حلو مظبوط. والله لا، ده انا هاكل الطبق بتاعي دي. اللبن كتير. انا بخص ده بتاعي والبصل. انا هقفل بس. مش عايز اصور عليكم يا جماعه. وطبعا هضرب الكركديه عشان يظبط الجي والدي والاف. نقدم اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.